مساكم الله بالخير، اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من الملخص التقني الاسبوعي حق تاريخ 21 مايو 2022. عندنا اخبار كالعاده وايد، فحياكم وياي. الخبر الاول له علاقه بهواوي وله علاقه بكندا. يمكن مر عليكم ان كندا قالت خلاص راح تسوي بان حق شركه هواوي والاجهزه مالتها مالت ال5G. فهاي الموضوع قاعد يراوينا يوم عن يوم ان في وايد دول للحين ما قادرة تتعاون مع الصين، وبالخصوص شركة هواوي، لأن عندها وايد مخاوف لها علاقة بالسيكوريتي والسيرفيلنس. الخبر الثاني له علاقة بشركة تسلا، وحق الأوادم اللي مهتمين بالأسهم، شركة تسلا انطردت من الـ SP 500 ESG Index لأسباب كثيرة، واحدة منها أن شركة تسلا ما عندها أي استراتيجية أنها تقلل نسبة الكربون للطلعة، وشيء ثاني ان عندهم مشاكل في ظروف العمل داخل. فهذا الشيء خلى ايلون ماسك يعصب وايد، وقاعد يكتب الحين في تويتر انه هو ترى ما قاعد يرشح خلاص الديمقراطيين، قاعد يصف ويا مثل ما نقول ريبوبليكنز. ف ايلون ماسك ايام كلش ما هي حلوه له. الخبر الثالث له علاقه بالواتساب. مثل ما تدرون ان واتساب كان عندهم اي بي اي عن طريق شركه ميتا، هاي الواتساب اي بي اي صارت الحين بابليك عن طريق شغله يسمونها الكلاود اي بي اي. فأي واحد سواء كانت شركة صغيرة عندك ولا شركة عودة تقدر تستعمل API على أساس تطرش واتساب مسجز حق البزنس مالك. فشيء جميل يمكن تقدر تسوي بزنس موديل جديد. في عالم السايبر سيكيورتي في عندنا شيء كلش يخوفته وطالع، في ثغرة باسم Evil Never Sleeps توها طالع حق تلفونات الآيفون، واللي تسمح حق الهاكر إنه يسوي هاك حق التلفون مالك حتى لو تلفونك مسكوك. صح سمعتوني عادل، حتى لو تلفونك مغلق بعد الهاكر يقدر يوصل لك. هاي الثغرة شوي تخوف، وراح نغطيها ان شاء الله في الاسبوع الجاي من الحلقات اللي اقدمها تحت سلسله عرفتوا شلون. لكن بشكل سريع الفكره تصير تلفوناتنا فيها معالجات وايد، في بعض المعالجات ما تنصك لان صك التلفون تواصل تشتغل باور شويه اقل على اساس انه ما يصرف بتري تلفون مالك، وهاي المعالجات اللي لها علاقه مثلا بالاتصال وبالامور تظل تشتغل، فبالتالي الثغره تهاجم هاي المعالجات. على العموم الاسبوع الجاي بنعطيكم تفاصيل ازيد. جماعة الهاكرز اللي يسمون روحهم الكونتي تحت الضغط اللي صار العالمي من كل الدول سكروا شبكاتهم، والحين هذا الجماعة اللي يسوون الرانسومير متوهقين، لكن توعدوا في وايد دول، توعدوا في وايد اوادم انه راح يردون مرة ثانية، لكن مو باسم جماعة الكونتي مالت الهاكينج، راح يكونون مجموعات صغار كنا يسووا حق روحهم ريبراندينج. فالخطر الحين موجود مال الرانسومير ولا حد يكون في امان. في مسابقة معروفة في عالم السايبر سيكيورتي يسمونها بون تو اون. هذين الجماعة اللي كانوا مشتركين قدروا انهم يصيرون ثغرات وايد عودة على ويندوز 11 وحتى على سيائر التسلا وحتى حق مايكروسوفت تيمز اللي نستعمله بشكل يومي حق البزنس. فهالنوعية من المسابقات وايد مهمة، قريبة من سوالف الباك باونتي. وللعلم حتى ذي المسابقات مالت الهاكرز او الهاكينج بالتحديد تعطي مبالغ وايد عودة حق اللي يحصلون ذي السوالف، فتعزز موضوع السكرت عند الشركات. فعلى العموم الفكرة دائما سوى ابديت كثر ما تقدرون. اللي في عالم السايبر سيكيورتي يسوون بن تيستينج، بنتريشن تيستينج، فولنربيلتي سكانينج، اي شيء له علاقه بالسايبر سيكيورتي والهاكينج بيعجبكم ذي الخبر. كالي فيرجن 2022.2 تو نازل انزين، وفي وايد تولز جديده وفي تفاصيل حلوه، فخذوا ذي الابديت وشوفوا التولز اللي فيه. جوجل عندها لايبرري يسمونها الاو اوث اللي يستعملونها الاوادم لان يسوون برمجيات وتستعمل اللوجن مال الجوجل اكونت مالك. الجافا فيرجن فيها ثغره وايد عوده فضروري يسوون ابديت، وحتى اللي عندهم بطاقات الانفيديا حق الجرافيكس او حق الجيمنج ضروري يسوون ابديت لان فيها ثغرات وايد عوده وانفيديا توها منزله ابديت. في عالم الذكاء الاصطناعي شركه ديب مايند توها منزله موديل جديد، نموذج وايد عود يسمونه جاتو، واللي يسمح حقهم ان يسوون وايد حلول حق اكثر من لعبه ومشاكل كلها في شبكه عصبيه واحده او نورال نتورك واحده. وهذا يعتبر شيء متقدم في عالم الذكاء الاصطناعي، بحيث ان الموديل اللي عندي او النموذج يقدر يسوي اكثر من شغله بدون ما اسوي اكثر من شبكه عصبيه وادربها واحده واحده، اللي عارف فيديوهاتي مال الذكاء الاصطناعي. وهذا شيء جدا جميل لان نبدي شوي شوي نوصل حق ذكاء بشكل مثل ما نقول جنريك او بشكل عام، يعني عندنا حل واحد حق اكثر من مشكله. فشيء جدا جميل من ديب مايند، والاوراق والريسيرش بيبر كلها موجوده اونلاين حق اللي حاب يعرف زياده. اللي تابع فيديوهاتي من قبل يعرف انا كنت مركز على فيديوهات يسمونها الجانز او جنريتيف ادفيرسيريال نتوركس، اللي عن طريق ذي النموذج مال الذكاء الاصطناعي نقدر نخلق ويوه مو حقيقيه، نقدر نسوي بلاوي. الشخص اللي ياب هاي النوعيه من النموذج يسمونه ايان جودفيلو، وهاي الادمي جدا جدا ذكي وكان يشتغل في ابل، لكن كان ما
يعني ما عجبته سياسة أبل يوم قالوا نبي الموظفين يردون حق الأوفيس مرة ثانية، ففنش من عندهم وراح حق الشركة اللي تونا متكلمين عنها اللي يسمونها ديب مايند مالت جوجل. فالعالم قاعد يتغير والمفروض أبل كانت تحافظ على هالأوادم الذكية. طاري الذكاء الاصطناعي، جوجل الحين نزلت نظام جديد يستعمل الذكاء الاصطناعي على أساس يخلي الواحد يتدرب حق المقابلات مال الشغل، في نوع اللي يعطيك وارم اب إذا حبيت إن تدش حق مقابلة من قبيل، فضروري تشوفونها ويمكن تهيئون نفسكم حق مقابلات جدا كبيرة. مثل ما تعرفون جوجل اي او تو مخلص اللي تكلمنا عنه الاسبوع اللي راح، لكن في مجموعه من السيشنز اللي تصير عقب جوجل اي او اللي يسمونهم جوجل اي او اكستندد، وهذولين ان شاء الله فيهم اضافات جدا جميله. فان شاء الله بيكون عندي جلسه ويا زميلتي رقيه من السعوديه بنتكلم عن اهم الشغلات اللي صارت في الذكاء الاصطناعي هذا الاسبوع ان شاء الله تاريخ 24 على قناه جوجل اي او اكستندد مالت الميدل ايست، فخليكم ان شاء الله جاهزين. الجيمرز اللي ويانا يعرفون ان لعبة فيفا وايد مشهورة، ولعبة فيفا كانت بالتحديد حصرية حق شركة الكترونيك ارتس او اي اي. الكونتراكت اللي بين اي اي وفيفا تو مخلص، فالحين شركة اي اي بتحتاج انها تسوي العابها الجديدة اللي كانوا يسوونها فيفا باسمها الجديد اللي هو اي اي سبورتس اف سي، فعالم جديد حق شركة اي اي. شيء يخليكم وياه اللي يتذكر سوالف الباك باونتي اللي كنا نتكلم عنها في سلسلة عرابته وشلون، والخلاصة منها شلون نصيد مشاكل في نظام السكيورتي ونبلغ عنها بشكل أخلاقي. هذا الموضوع في أمريكا الحين وزارة العدل هناك قالت أي واحد يصيد أشياء بطريقة شرعية ما رح يواجه أي مشاكل أو عقوبات قانونية، وهذا الموضوع قاعد يتغير حتى في اليو اس بشكل جدا كبير بشكل قانوني، وأتمنى ذي الموضوع يوصل حتى حق الدول مالت الشرق الأوسط. ولا حد ينسى، لا حد يضيع وقته، ونشوفكم الحلقة الجاية.